تونس قبل؟ لا انا معناها ما ثماش في الوثائق القديمه ثم قبيله اسمها قبيله المرازيق جات معناها حاطت في سكنه المنطقه هذه وتنسب الى شيخين صوفيين قديمين اللي هما الغوث والمحجوب. الغوث في المنطقه الغربيه والمحجوب في المنطقه الشرقيه وحولهم يقولوا هما الابناء متاعينهم يسكنوا حداهم. العروش اللي موجوده مثلا في الجهه الشرقيه كان موجود وتوجدت منطقة اسمها العوينة. العوينة يبدو أنها على عين ماء توجدت ومنها غربا موجود الغوث سيدي أحمد الغوث وأبنائه اللي من حوله توجدت الأحياء والعائلات التي تنسب إلى الغوث. كمدينة حديثة نتصور في العشرينات بعد ما بني السوق وبنيت المدرسة في المدرسة الكبرى اللي كانت أساسا بنيت لأبناء ليزوفيسي فرنسي اللي كانوا شادين المنطقة الفرنسيين اللي شادين المنطقة والتحق بهم بعض تلامذة من أبناء الأهالي من أبناء المنطقة. دوز كتجمع سكاني يرجع ما عنديش اطلاع كبير أما يقال أنها ترجع إلى 7 قرون خوالي معناها جات مع الزحف الهلالي وزحف القبائل العربية إلى شمال إفريقيا. لو حكيت المستعمر علاش هو عمل نادوز علاش في الصخرة؟ عمل هو المستعمر كان يتبع الطرق التجارية القديمة والمدن القديمة ومنطقة دوز كانت منطقة منها أو نفزاوة عموما منها كانت تنطلق القوافل إلى جنوب الجزائر إلى ليبيا غدامس وإلى شرقا قابس والمناطق الجبلية في ليبيا فكانت أن كارفور منها تصعد القبائل العربية أو القبائل التي تأتي للمنطقة من الجنوب في اتجاه الجزائر وفي اتجاه شمال افريقيا وفي اتجاه شمال تونس فقد شهدت المنطقه هذه مثلا ان كانت موجوده قريه حيث اسس فيها اول جامع قبل جامع القيروان اسس في تلمين. كانت سابقا موجودين اليهود وكانوا يعملون في التجارة كانوا يخدموا تجار اليهود كان السوق أساسا هم كان فيهم التاجر المواد الغذائية كان فيهم تاجر اللفة نقولوا حنية معناها المنسوجات الصوفية كان فيهم تجار بون في دوز ما كانش موجود تجار ذهب نتصور ما كانش اما في بلي كانوا موجودين. رحلوا لا في الخمسينات وفي قبلي في الستينات بعد حرب 67 ما كانش ثم الشيعة الإباضيين موجودة الشيعة في بعض لأن قلت لك دوز لم تكن موجودة أصلا لكن وجدت حولها بعض القرى حيث وجد الماء معناها كان موجود طبعا البدوي تعرف وين موجود الماء يتجد فكان الشيعة موجودين في قرية بجنب دوز تسمى جرسين وكان فيها أقطاب
من 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 الشيعة كانوا يأتون للمنطقة، كانوا مؤسسين للمنطقة هذيك جالسين وكونوا مجتمعا مغلقا سكر على الراحة. ما انا ما لا موجودين في جالسين موجودين لانهم يبدو انهم ما نعرفش قد طمسوا انتماءهم او قد اخفوا انتماءهم ما نعرفش قد يكون هذا على المستوى التاريخي اما الى الان ما نصورش تو خلك المستعمر جاي في الربيع يا اخي تلمدوا القبائل الناس الكل ضد بدوس هكا ولا نصيحه ولا لا 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 هو الاستعمار اسس الواحات لان المنطقه هذه ما كانش معروفه لم تكن معروفه بزراعه النخيل مثلا فهمتني كانوا يزرعون النخيل بطريق الاغواط الغوط يسموه غوط يقومون بحفر معناها كثبان الرمال وحفرها وفي الى الوصول قصد الوصول الى الماء وتسهيل وصول عروق لراسين تاع لي بالمي توصل للماء فكانت تقنية معروفة في شمال افريقيا وفي واد سوف لزراعة النخيل قبل ظهور اعين الماء لكن عيون الماء بالفراج الحديث استعمل من قبل الاستعمار لأنهم هم من وطنوا من قاموا بتوطين الأهالي محاولة توطين الأهالي طبعا للسيطرة عليها ومعرفة تحركاتهم وما إلى ذلك في نصور في بداية القرن التاسع عشر في جملة أخيرة كيفاش نعرفوا الدوس كيفاش نعرفوا الدوس ما نعرفش دوز في نهاية الأمر معناها منطقة ترابيا موجودة في الجنوب الغربي تحدها طوزر وتحدها الجزائر وتحدها مدنين وتطاويل فيها آلافات الكيلومترات فيها إمكانيات كبيرة معناها إمكانيات بشرية وإمكانيات طبيعية كبيرة وغير مستغلة لا في السياحة ولا في الاقتصاد ولا في شكرا سي علي نصر مؤسسي مكتبة كارتاجينا ومستشار في جمعية كارتاجينا شكرا سي علي شكرا كريم.